حركة مرور نشطة يشهدها منفذ الوديعة الحدودي آخر البوابات البرية المفتوحة أمام حركة التنقل بين اليمن وجارتها السعودية، نشاط أظهرته أعداد المارين به مؤخرا. فخلال شهر يونيو الماضي وصلت أعداد الوافدين إلى البلاد أكثر من 40,000 وافد، فيما كان المغادرون نحو 7,000. النشاط التجاري العابر بين البلدين شهد تحسنا خلال ذات الفترة بدخول قرابة 3,000 قاطرة عبر الوديعة للبلاد تحمل 100,000 الأطنان من البضائع التجارية والمواد الغذائية والاستهلاكية، فيما عبرت للجانب الآخر نحو 2,500 قاطرة جلها تنقل منتجات محلية الصنع بالإضافة إلى الفواكه والخضروات متوجهة إلى الأسواق الخليجية. وبحسب سلطات معبر الوديعة فإن الأثر المالي لهذه الحركة النشطة خلال الفصل الثاني من النصف الأول لهذا العام تجاوزت حاجز 7 مليارات ريال. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.